بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنكمل كلامنا عن موضوع الفرتبري او الفقرات، وتحديدا الثراسيك فرتبري. هنتكلم عن حاجه تسمى الليجمنت اوف ذا فرتبري، او الاربطه اللي بتبقى محيطه بالفرتبري او بالفقرات. لكن قبل ما نتكلم عن الليجمنت، انا عندي هنا على الفقره في ثلاثه استراكشرز او ثلاث اجزاء موجودين في الفرتبري او موجودين في الفقره، في الفرتبره او في الفقره. الثلاث اجزاء دول بتبقى الليجمنت ماسكه فيهم. اول حاجه البادي. البادي هنا بيبقى من قدام بيبقى فيه ليجامنت، خد بالك، ومن ورا بيبقى فيه ليجامنت تاني. خلاص، عندك برضو اللامينا بيبقى ماسك فيها ليجامنت، السباينس بروسيس بيبقى ماسك فيها اتنين ليجامنت او بيبقى ماسك فيها رباطين. خلاص كده، هنجيب الليجامنت دي كلها، الخمسه ليجامنت دول هنجيبهم دلوقتي على الرسمه اللي جايه. تبقى مثبت معاك بس معلومه كده، ان انا عندي اللامينا، شوف عندي لامينا هنا ولامينا هنا، الاتنين بيلحموا مع بعض وبيدوا سباينس بروسيس. خلاص كده. طيب، هو هنا جايب مثال لفقره قطنيه تسمى اللامبر فيرتيبري. دي يعني الامثله او الصوره اللي عندنا دي مش من الثراسيك فيرتيبري او مش من الفقرات الظهريه، لكن بشكل عام الليجمنت او الاربطه موجوده على مستوى الثراسيك فيرتيبري، وكمان موجوده هنا على مستوى اللامبر فيرتيبري، فمفيش اختلاف كبير يعني ممكن نفس الكلام ده نستشهد به هنا او هنا. طيب، فهو جايب لك هنا كمثال اللامبر فيرتيبرال بادي، او الفقره اللي هي بتاعت الايه، اللامبر فيرتيبرا. طبعا هنبص نلاقي طبعا برضو دي طبعا مكسوره شويه، هنا في تحت هنجد لامبر فيرتبري بتكون، او الفيرتبرا هنا بتكون كامله شويه. هنجد هنا على الجوانب هنا في الاثنين بروسيس ده اللي احنا بنسميهم الترانزفيرز بروسيس، هنجد هنا الحته اللي هي ديت بنسميها الايه، اللاميني، الطبقتين دومت، الحته ديت والحته ديت اللاميني، وبيتحدوا مع بعض في السباينس بروسيس. فانت بس تبقى انت متخيل الدنيا ماشيه ازاي يعني. طيب، انا هبدا معاك اول حاجه بالرباطين اللي هم ماسكين الفيرتيبرال بادي، او اللي هم ماسكين الجسم بتاع الفقره. انا عندي هنا في ليجامنت واخد الفقرات او واخد الجسم بتاع الفقره من قدام، فبنسميه الانتيريور لونجيتودينال ليجامنت. كلمه لونجيتودينال طبعا ليجامنت يعني رباط. خلاص كده، كل اللي احنا هناخدهم في الفيديو ده ليجامنتس او اربطه. طيب، لونجيتودينال لان هو بياخد الفقرات من فوق لتحت بالطول. طيب، انتيريور لان هو بيتواجد على البادي او على جسم الفقره من الامام. خلاص كده. طيب، يبقى ده الانتيريور لونجيتودينال ليجامنت. طيب، لو جينا بقى نزلنا تحت كده، هنجد واحد تاني واخد برضو الفقرات بالطول، ماشي، من فوق لغايه تحت، بس موجود ورا او موجود على الفيرتيبرال بادي او جسم الفقره من الخلف، فبنسميه البوستيريور لونجيتودينال ليجامنت، او الرباط الموجود على البادي او الجسم بتاع الفقره بس من ورا. خلاص كده، يبقى ده البوستيريور لونجيتودينال ليجامنت. خلاص كده، والقدام ده الانتيريور لونجيتودينال ليجامنت. طيب، هنيجي بقى هنا اهو في الايه، الحته اللي هي في النص دي، ده اسمه الانتر فيرتيبرال ديسك، او القرص الذي يقع ما بين الفقرات. كلمه انتر فيرتيبرال يعني ما بين الفقرات. خلاص كده، يبقى القرص الذي يقع ما بين الايه، الفقرات، او اللي احنا بنسميه الانتر فيرتيبرال ديسك. حلو الكلام، يعني هنمشيه كده. طبعا احنا كنا اخذنا قبل كده ان هو عباره عن جزئين، الجزء المركزي اسمه نيوكليوس بالبوزس، والجزء المحيط اسمه انيولاس فيبروزس، مش موضوعنا. خلاص كده. طيب، نيجي بقى هنا، ادي طبعا الفيرتيبرال بادي زي ما اتفقنا، الاثنين اللي هم بيتحدوا ورا دول بنسميهم اللاميني. خلاص كده. طيب، فوق اللاميني هنا هنجد برضو في عندك كده ايه، ليجامنت اسمه الليجامنتا فليفم. خلاص كده، ممكن الاثنين مع بعض بنسميهم ليجامنتا فليفا، بتبقى جمع، ممكن يبقى واحد بس. يعني انت بص، عندك هنا في اثنين ليجامنتا، بص انا عندي واحد هنا اهو الناحيه دي، واخد بالك، وفي واحد الناحيه الثانيه. تمام، ممكن تسمي كل واحد لوحده ليجامنتم وتختم بالام، فليفم وتختم باليو ام، يعني تبقى دي يو ام في الاخر ودي يو ام في الاخر، ده مفرد. او ممكن الجمع بقى الاثنين مع بعض نقول ايه، ليجامنتا فليفا. خلاص كده، الاثنين مع بعض ليجامنتا فليفا. طيب، بنيجي برضو هنا هنبص نلاقي في عندنا هنا بروسيس اللي هو اسمه السباينس بروسيس، مش كده؟ خلاص كده، وادي السباينس بروسيس، هنجد في هنا واحد ماشي واخد السباينس بروسيس كلها من ورا كده، من عند البسبوسه اللي ورا. خلاص كده، من عند الايه، التب اللي ورا، فده بنسميه سوبرا سباينس ليجمنت. سوبرا سباينس ليجمنت اللي هو الايه، الرباط اللي هو ماشي على السباينس بروسيس من عند التب كده. طيب، في واحد بقى تلاقيه هنا، شوف ماشي في النص هنا بالظبط، ما بين الايه، واخد السباين كلها والشوكه كلها، واخد بالك، من تحت، وهنا واخد الشوكه كلها من فوق، ده بنسميه الانتر سباينس. يبقى اللي واخد الشوكه كلها اسمه انتر سباينس. طب، واللي موجود عند البسبوسه اللي في الاخر اسمه سوبرا سباينس ليجمنت. طيب، الليجمنت اللي بيبقى موجود عند اللاميني ده بنسميه الليجمنتا فليفا. خلاص كده. طيب، في عندنا اثنين لونجيتودينال، واحد قدام يسمى انتيور لونجيتودينال ليجمنت، واحد ورا اسمه البوستيور لونجيتودينال ايه، ليجمنت. برضه هنا لما نيجي نتكلم، ادي الثراسيك فيرتبري تقريبا بتبدا من اول هنا. خلاص، كل اللي فوق دول سيرفايكال فيرتبري او فقرات عنقيه، ده ثراسيك فيرتبري. هنجيب برضه السوبرا سباينس ليجمنت، شوف ماشي بالطول اهو عند التب، وعندك هنا في النص الانتر سباينس، في النص هنا الايه، الانتر سباينس ايه، ليجمنت بطول الايه، السباينس، طول السباين او بطول الايه، الشوكه.